لما بنتكلم عن علامات في السينما المصرية، في الفن المصري بشكل عام، بيبقى فيه محطات وفي حاجات لا تنسى وفي حاجات لازم تحفظ كمان للأجيال اللي جاية. بقول الكلام ده لحضراتكم لأن النهاردة مشرفنا واحد من أهم وأشهر اللي اشتغلوا في هذا المجال عن حب، هواية، مقدر اللي هو بيعمله. البعض سماه ان هو ذاكرة السينما المصرية الحية، اتقال عليه أرشيفجي السينما المصرية، مش بس السينما على فكرة، الحياة السياسية في مصر، محطات مهمة، أحداث مهمة، رؤساء، زعماء، حاجات، مشاريع مصر اشتغلت فيها، قناة السويس، السكة الحديد، كان حريص ان هو يقتني ويدور ويحفظ هذه الأعمال لغاية لما وصلت. هنتكلم على حوالي 1000 فيلم وثائقي، أفيشات، 2000 عمل نادر، وكتير 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 من الشغل المهم اللي بيوثق محطات مهمة في تاريخ بلدنا. الحقيقة اتفاجئنا خلال الفترة اللي فاتت بأخبار بتقول إن عم مكرم سلامة، أستاذ مكرم سلامة اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم، صاحب هذه يعني الأعمال والشغل الجميل المحترم، اتقال إن هو يعني خلاص أنا تعبت وربنا يديله الصحة وطولة العمر، قال أنا كبرت فأنا خلاص هبيع الكلام ده كله. فأول ما دخل وشرفني وقعد معانا هنا قبل ما نطلع على الهواء، قلت له هتبيع يا عم مكرم الكلام ده؟ قال لي لا خلاص خلاص أنا رجعت في رأيي، ما ينفعش. أبيع إيه؟ وهبيع لمين؟ ومين اللي هيقدر ده؟ فهنتكلم عن اللي عند عم مكرم وإزاي يتم الاستفادة منه، ومش البيع لأفراد لكن كيانات، حاجة يعني حاجة تبع الدولة، يعني إزاي نوثق هذا الكلام وإزاي نحفظه للأجيال القادمة، ونستعرض كمان اللي عند أستاذ مكرم ويحكي لنا عنه. برحب بحضرتك معنا يا أستاذ مكرم، مشرفنا ومنورنا في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بيك. افتكر كنت معايا من سنين طويله واتكلمنا وقتها برضو، وكنا بنستعرض بقى بس جانب غير اللي هنتكلم فيه النهارده. لكن النهارده بشكل عام بقى، يعني احكي لنا واحكي للناس دلوقتي ايه اللي عندك وايه اللي حصل والفكره دي جات لك ازاي؟ والله الفتره دي انا بدات من انا كنت في الصعيد، يعني اصلا من الصعيد انا. فالسينمات كنت بجمع من السينما الافيش وهنا وهنا واطلع المحافظه وده، ولما رجعت القاهره بعد كده بدات اجمع من الافيشات والصور وده والحاجات دي كلها. ولحد يعني الثمانينات التسعينات بدات احترف ان انا اجمع كل حاجه. فاخدت ارشيفات الكبار السينمائيين اللي كانوا موجودين، اتباعت يعني، هم باعوا الافلام النيجاتيف بتاع الافلام. فبقى الورق واتبقى نيجاتيف الصور، الشطات بتاعت الفيلم كل لقطه ليها صوره، الصوره دي نيجاتيف. فده ما كانوش يعرفوه الموجودين الموظفين بعد ما اتباعت الشقق واتباعت الحاجه دي، كان بيسموه عفاريت. دول كانوا بيعملوا فيه ايه بقى؟ كانوا يعني بيحصل فيه ايه لو ما كنتش انت اشتريتهم؟ ادوهم هو اصلا ما بيعوليش دايركت انا. ادوا بتاع الروبوبيكا وبتاع الروبوبيكا كان يروح للروبوبيكا؟ تعنضف الشقه، تعنضف الشقه بيشيل الحاجه كلها. فاي واحد من الموجودين في المطاعم المحصوره في شارع عرابي وسليمان الحلبي، المنطقه المربع ده اللي هو فيه شركات الانتاج كانت موجوده وسط البلد. فانا كنت جيت سكنت مخصوص وسط في المنطقه دي عشان تلم الحاجات اللي بتتباع دي، قهوه ام كلثوم يعني، في عماره جرى قهوه ام كلثوم عشان اقدر الم. تمام. عشان اقدر الم الحاجه دي. فلميت الاساسيات. لاخر حاجه خدتها كان انا وراجلي، ترشيف انا وراجلي. ده لانهم باعوا شقه هم، واتبقت الافيشات والصور والنيجاتيف بتاع الصور الحاجات دي كلها. خدت الارشيف كامل بتاع توجو مزراحي، 45 فيلم. 45 فيلم. 45 فيلم الصور النيجاتيف بتاعهم. ده هم اساسا 45 فيلم ده احنا ما بنشوفهمش. ما ليه؟ ليه؟ النسخ باظت. لا بقى مش باظت، لا موجوده. إيه؟ النسخ موجوده. اللي عنده الحاجه دي مش فاهمانها، مش يعني مش مقدرها. مش مقدرها. مش مقدرها لانهم هم ورثه. والورثه متقسمه، ده ياخد المصري، ده ياخد لان طبعا هم الافلام بتاعت الكسار. انا رحت لهم، انا رحت وقلت لهم الافلام دي ما تتباعش، وشالوهم ما يتباعش، وده ما يتباعش، وده والنسخ نجيب لكم ناس ترممها وتعملها. وجابوا ورمموا وركنوا. بعد كده ما اعرفش باعوا الاصول، ما باعوش الاصول، بس هم ما باعوش الاصول. الاصول ما اتباعتش من عندهم. لو اتباعت انا كنت اعرف او غيري يعرف، لكن الاصول ما اتباعتش، موجوده. فانا خدت النيجاتيف بتاع الصور، هو طبعا الكنز كان موجود.
ووضبتنا ونشرته. الافلام الوثائقيه طبعا كنت بجمعها احيانا من سوق الجمعه في اسكندريه، من سوق الجمعه في القاهره، من البيوت، من عائلات كانت بتبيع الحاجه، يعني بعد الوارث ما بيموت بقى ولا وارثه ما تعرفش حاجه فبيبيعوها. فانا اشتريت لحد ما جمعت حوالي 1000 فيلم وثائقي. في زي ما بيقول في افلام لا تصلح للعرض، فلما يبقى عندنا النسخه الاصليه بتاعتها او النيجاتيف او العفريته زي ما بتقول كده اللي هو ممكن بقى ان يعني تبقى دي موجوده في الذاكره، يحصل ليها الترميم، يحصل اللي هو الصور احنا مرممينها ونقلناها ماشي. وموجوده ومحفوظه على وحدات، يعني احنا كل شيء حافظينه على وحدات. احنا مين بقى؟ شكلك انت مش لوحدك في الموضوع. انا وابني ومراتي احنا ثلاث انفار، انا وابني ومراتي. اللي زعلنا وقلنا نبيع ابني كان سابنا ومشي مع مراته وبعد كده رجع لنا تاني. كنتش عارفه انك هتقول الحوار حكايه. رجع لنا تاني. فانت بقى قلت لا مش هبيع خلاص. خلاص مدام رجع هو انا كان انت كنت ساعتها قلت انا يعني ده موضوع كبير عليا مش هبقى لوحدي فيه يعني. رجع لنا تاني وهو شباب وربنا يديله الصحه ويكمل. المشوار. لكن انت لما فكرت بقى لما حوار ابنك الحمد لله ربنا رده لك بالسلامه عايز ابيع كنت للدولة ايوه تبيع لمين؟ لما قلت لي انا هبيع لمين ومين هيقدر؟ لا انت جالك افراد، جالك ناس اللي هو بقى ايه شغلنا وجوني جوني سماسره لهيئات معينه هنا في مصر ما اعرفهاش انا عايزين يشتروا. فقلت مش يعني كل واحد بيسالني بيقول لي جالك سعر كام؟ جالك سعر كام؟ طب لما يجينا بكلمك، لما يجينا اكلمك. في سماسره الدول العربيه فطبعا انا بقول له انت شوف احنا مش هنبيع خارج مصر، ما تعبش نفسك يعني ما تعبوش نفسكم. ده مش هيخرج بره مصر ومش هيخرج برضه. بيتعرض فيها فلوس بقى؟ فلوس ايه الفلوس؟ فلوس ما هو ورق. لكن هنا الفلوس ما ضاعت، لكن دي مش هتضيع. احنا حفظناها على وحدات صلبه، يعني كل عاملين كل 90 جيجا على وحده. يعني احنا حفظنا من الاول، جبنا الاجهزه وجبنا جهاز من امريكا لينقل النيجاتيف لبوزيتيف. وابني طبعا ومراتي هم اللي فاهمين، انا راجل اجمع لكن مش فاهم في التكنولوجيا الحديثه دي. التكنولوجيا الحديثه دي ما هو يمكن الفكره دي لما جات لك يمكن ده باب فعلا انه ما تبقاش المساله زي ما قلت كده فلوس، وفلوس هتضيع في الاخر. ما فلوس ولا لكن لكن تفضل في الذاكره، وتفضل حق بلدنا وحق الاجيال الجايه يبقى أيوة الدوله. احنا دلوقتي لما جانا الارشيف بتاع الاذاعه عندنا التلفزيون يعني احنا ده هيئه خدت وحفظته، ما نعرفش بعد كده راح فين. يعني انا ما اعرفش بعد الثوره راح فين. ارشيف الاذاعه، ارشيف الاذاعه 30000 نيجاتيف اللي هو 12 سنه من 52 ل 64 في يوم سنتين انت افتتاح التلفزيون نيجاتيف لا يقدر بثمن. كل الصور بتاعه رجاله الثوره من اول ما قامت في مصر، انا خدت الاول خدت النيجاتيف ده من مصر. ربنا كرمني عصرت على المصور بتاع اسكندريه اللي صور اسكندريه وكمل. طيب يعني مثلا كان عبد الناصر روح اسكندريه صوره محمد نجيب روح اسكندريه صوره، هو ده كملت بعضهم الاثنين ماشي. فانت اديت الكلام ده بقى للتلفزيون؟ التلفزيون ادانه ثمنه، ادانه ثمنه التلفزيون. كان الكلام ده سنه كام؟ الكلام ده 2008 بس اللي هو قلبك بيوجعك، اللي هو انت مش عايز ان حاجه تروح، حاجه تضيع، حاجه تبقى فيها ايوه اللي احنا بنتكلم على حاجه عندك ايه كمان؟ عندك ايه كمان يا عم اكرم؟ يعني عندك ايه كمان من الشغل؟ انا عارفه برضو ان قلت لي حاجات في لقناه السويس، حاجات برضو الحاجات النيجاتيف اللي موجود للحياه العامه في مصر. ايوه الحياه العامه في مصر. مصر زمان كانت عامله ازاي؟ مصر زمان الشركات الستينات والسبعينات والثمانينات الفتره اللي هي يعني عبد الناصر السادات حسني الثلاث رؤساء الوقت ده 30 سنه دول في فتره 30 سنه دول. الحياه في اسكندريه، الحياه في القاهره، شركات اسماعيليه، بورسعيد، السويس، كل المناطق دي كلها. فده انا موجود عندنا وبدانا ننشره ونزلته انا على الفيس على اساس ان الشباب يشوف كل واحد يسرقه. طب ما انا منزله عشان يسرقه ليه؟ نزلته انا وما حطيتش اسمي عليه؟ يعني ما عملتش ريمارك على الصور. انا ليه قصدي الشباب ياخد الصور؟
كل شاب يشوف، كل شاب يشوف مثلا ده وده هيدي ده وده هيدي ده وده هيدي ده وده هيدي ده، يبقى هم ايه انتشرت الصوره بين الشباب. احنا عمالين نعرض اهو برضو من الصور اللي عند حضرتك، هي بعيده عليا شويه انا مش شايفاها كويس. يعني لو نحطها هنا بس، او مكرم انت يعني تقول لنا ايه الصور اللي على الشاشه دلوقتي. ايوه ده فين هنا؟ ده برضو ده عبد الناصر. ايوه ده عبد الناصر. يعني عايزين اكبر كم من الصور يا جماعه بعد اذنكم كده نعرضها على طول ونشوفها مع حضراتكم مع الساده المشاهدين، لانه ده تاريخنا حياتنا بلدنا كانت عامله ازاي. فعلا على الفيسبوك دلوقتي يا عم مكرم لما بتيجي مثلا اقول لك شوفوا مصر زمان، تلاقي الشباب داخل وعمال يعلق اللي هو ايه الجمال ده، ايه الحاجه يعني. بنشوف نفسنا. ما احنا يعني انا لما نزلت قررت انزل كل حاجه على الفيس للشباب كله. النهارده عمل حركه بين كل الشباب، يعني النهارده كل وبعد كده كله بيبعت لي يا صداقه انا ماليش غير 5000. استفدت ال 5000، لكن ال 5000 ليهم 5000. ايوه. واللي 5000 ليهم 5000، فانتشرت الصوره بين الشباب. عندك كمان حاجات اللي هي ايه بدايات السينما المصريه زي فيلم ليلى، صح؟ الاوائل بتوع الافلام يعني القديمه او الافلام. عزيزه امير، عزيزه امير ليتها في اسكندريه خدتها. الحاجه بتاعت فاطمه رشدي خدتها. بتاعت بيجا حافظ خدتها. كانت في سوق العطارين، يعني ما كانش حد فاهمها، مش عارف العطارين. ومش عارفين هو دي مين. ما كانوش عارفين دي مين. الفتره اللي هي الحرجه اللي بعد سنه 70 في حاجات كتير نزلت ما كانش حد عارفها هي. انا طبعا عشان فهمان كنت بشتري. وكنت بشتري عادي، ما بقولش ده مين ولا مش عايز كام، 10 قروش خد ال 10 قروش. لكن ما بحققش قدام منه. وكان في ارشيف بتاع مصور الملك فؤاد في ميدان مصطفى كامل اللي هو كان اسمه ميدان سواري الزمان. ملك فؤاد. المصور بتاعه. المصور بتاعه. ده 4000 نيجاتيف كانوا مع واحد في اسكندريه. بعتوا لندن واحد حتتين منه، فقال له عشان نقوله من نيجاتيف لبوزيتيف كلف 4 جنيه استرليني الواحد. ده يبقى كتير ولا قليل؟ كتير. طيب. فرجع قال لك انا هبيعه، اداه لواحد فجابه لي، قال لي بكام؟ قلت له انا بكام؟ قال لي مثلا مبلغ، قلت له ماشي. بس انا برضو ايه؟ خدته ونشرته، كان في مجموعه نادره 100 صوره لسعد زغلول، نشرتهم برضو في ذكرى سعد زغلول. كلموني من لندن عشان يشتروه. قلت له يا ابني ما احنا نشرناه لمصر هنا، هنشتروه فين؟ انت حاسس او شايف ان بره بيقدروا او عايزين الحاجات دي اكتر مننا مش عارفين هنا قيمتها؟ بالنسبه لي كنز، بالنسبه ليهم. كنز بالنسبه ليهم. احنا بالنسبه لنا صوره. لان ما فيش ثقافه الصوره. ما فيش ثقافه الاحتفاظ عندنا. حلوه ثقافه الصوره، ايه ثقافه الصوره دي؟ الصوره دي قصه تتفرجي، لما تتفرجي على الصوره اللقطه جايه ازاي؟ ده هنا مين؟ مين هو المصور اللي صورها؟ صورت فين؟ يعني مثلا المنصوره في هم اغلبهم مصورين كانوا ارمن في العصر الذهبي للصوره. كانوا مصورين ارمن. بتاع المنصوره كان بيصور منصوره و100 غمر وبنها، مربع واحد كان مصور واحد. دمنهور كان واحد. اسكندريه جمعناهم كانوا لوحدهم. القاهره جمعتهم واحد واحد واحد. ده بلون وده بلون وده بلون. اللون اللي بيحطه للصورة. اللون اللي بيحطه للصورة، اللقطة بياخدها ازاي. السيدات اللي كانت في الوقت ده اللي عايزة تحط ايه، على تلبس فلاحة وتشيل بلاص. وكان مرتب ده كله عنده في الاستوديو. صورة الحياة العامة يعني، كان قصة ملهاش حدود. المصريين عايشين ازاي وفين. انا عمال اتفرج على الصور معاك برضه. يوسف السباعي. مجمع اللغه العربيه، افتتاح مجمع اللغه العربيه في الزمالك. انما التصوير طبعا غير التقنيه والكلام ده كله، اسلوب التصوير او الهدف من الصوره. ايوه طبعا. يعني احنا كنا بنعرف المصور بايه؟ بلون الصوره اللي حاطه هو. ملون الصوره ازاي؟ بني فاتح، اسود، الغامق، فكنا بنعرف المصور من لون اللي بيطبع بيه الصوره. التقنيه كانت
يعني صعبة وسهلة في نفس الوقت بالنسبة ليهم. ومش هنقدر نرجع يعني. الدهب كان بيشتغل يدوي كله وكله يدوي، كان كله يدوي. فالنهاردة الصورة ممكن أحيانا الصور بتاعت الأرمن بتوصل 200 دولار الحتة الصورة الواحدة. هم بيلموها الأرمن. يعني هذا الأرمن في العالم كله بيجمعوا صور الأرمن اللي في مصر، المصورين اللي في مصر. يعني صورة مثلا ما الأرمن اللي كان فين برضو كان في ميدان سوارس اللي كان شارع قصر النيل، بيدوروا على صوره، فلان بيدوروا على صوره، يعني كفوك اللي كان في شبرا. طب قول لي يا عم كرم، انت وانت بتدور كده على الصور والحاجات الوثائقيه والنيجاتيف والكلام ده، اكتر اكيد بتلاقي كتير، بس ايه اللي بتبقى انت حريص عليه، ولا اللي يجي معاك اه لا ده اكيد هيبقى وراه قصه وحاجة. ايوه، ما فيش حاجه مش هتنفع او مش هتنفع. لا مش هتنفع. لذا انا في الايام الاخيره لما جت كورونا ومحبوس انا، طلعت الادي المركون عندي اللي كنت محملوش ونشرته، اللي هو البلد اسماعيليه، اسمع بورسعيد، السويس، القاهره، اسكندريه، ده مركون عندي 10 15 سنه. وكنت ابص للسلامه وسايب اللي هي الحياه اليوميه في مصر اللي عايشينها احنا. في كتير زي عم مكرم شغالين في المجال ده؟ الجيل الجديد ما فيه، الجيل الجديد فيه يعني شباب بدات تبدا تجمع، بس انت لحقت من بدري يعني ما شاء الله. أنا جمعت من 50 سنه، يعني 50 سنه بجمع. انا ليه بسال السؤال ده؟ انه ازاي ان احنا يعني لما عرفنا خبر انك عايز تبيع والكلام ده قلنا لا، طب ازاي احنا ننظم القصه؟ ازاي كل التراث وكل الحاجات النادره والكلام ده كله تبقى موجوده ومحفوظه وما تبقاش عمليه بيع وتجاره؟ متحف واحد. متحف. متحف واحد. متحف واحد. طب واحنا مش عندنا حاجه كده؟ ما انا ما يعني انا مش فاهم، هم بيدوروا يعني. وزاره الثقافه كلمتني. ومندوب وزاره الثقافه كلمني وقلت له لما اروح اسكندريه بقول لك تعال. انا قررت مش هبيع. لكن هم ما بيدوروا، ما عملوش. يعني احنا دلوقتي الاصول نعمل متحف الفوتوغرافي يضم متحف فوتوغرافي السينما، فوتوغرافيا بتاعت الشارع ما هتباعت بره. ايه دي؟ الصوره بتاعت الفوتوغرافيا العاديه. يعني بتكلم، انا بكلمك انا دلوقتي بتكلم على صوره المصورين. ايوه. اللي كانوا في البلد. دي صوره بتاع دي ايه دي؟ بترول في سينا. بترول في سينا؟ بترول في سينا. دي في كنال السويس. دول ده كنال السويس عبد الناصر. ده في كنال السويس، وده حفرت البترول اللي في سينا. وده كله كان مركون من 15 سنه عندي، ولما قعدنا اشتغلناه ونشرناه. بس انت بقى مفهرس كل حاجه ومقسمها وبصنفها عشان برضو ايه؟ جايب لها بوشتات. ايه البوشتات دي؟ بتشيل 12 صوره. تشيل 12 صوره. مشروع تطوير قناه السويس. عثمان احمد عثمان. اكتر صوره او اكتر حاجه انت عايزين كلهم اولادي زي ما بيتقال، بس اكتر حاجه انت بتعتز بيها قوي او حاجات كده اللي هو الحمد لله ان انا اخدتها كانت هتضيع. انشاء السد العالي. هو ده كان ما هيمشي. ما مش موجود، كان هاديه برضه زي كل اللي بيتكلم فيه. انقاذ ابو سنبل. الفيلم الوثائقي بتاعه جابوه هم ب 10,000 دولار من روسيا. الاصل موجود عندنا نسخه منه الاصليه. وهي كلها 10 دقائق. يعني المعنى احنا بنقول ان ده كان مرمي، كان مرمي. يعني خدت من الافلام واحد كان في وسط البلد هنا. كان عنده حوالي 300 فيلم. رحت بصيت كده عايز كام، 10 دفعت له شيل. قال لي انت مجنون، انت بتدفع فلوس على ايه؟ انت شفت حاجه؟ يعني انت اللي خلاك محتفظ بيه يبقى ليه قيمه. صح. محتفظ بيه ليه قيمه. طيب التنويع بقى كمان، يعني بنتكلم على حاجات محطات سياسيه، حاجات يعني في يعني زعماء، رؤساء ومشاريع، لكن كمان قصه الافيشات، افيشات الافلام. افيشات الافلام موجوده، انا جمعتها انا في الوقت اللي دي غير الافيشات اللي كانت موجوده ساعتها يعني، ولا بيبقى في نسخ؟ وقتها لما مش طابعه، طابعه اصليه. كله طابعات اصليه. دي كلها طابعات اصليه. كلها طابعات اصليه. كلها طابعات اصليه. لا ده حديث، ده احنا لو رجعنا ورا كده كمان. دي مجموعه فنان احمد زكي الله يرحمه كامله، موجوده كامله. والمجموعه بتاعت عادل امام كامله. الحاجات دي بعد 100 سنه هتبقى، وهي دلوقتي بفلوس. طبعا طبعا، انا بتكلم كل ما بتقدم دلوقتي. وهي دلوقتي بفلوس. وهي دلوقتي بفلوس. وايه اقدم عندك بقى؟ حاجات طبعا من الثلاثينات والاربعينات. لا مش، لا هو الاربعينات وفوق.
أربعينات أو من أول الأربعينات. يعني فعلا وزارة الثقافة يعني مفترض أكيد الحاجات دي موجود منها في مدينة السينما. لأن المنتج بيدي 20 نسخة الأرشيف بتاع الدولة. أنا مش عايز أقول راحوا فين. لا قول. الأفيشات موجودة منها كل نسخ كل منتج بينتج فيلم بيطبع صور وبيدي مجموعة للأرشيف بتاع الدولة. محفوظ فين؟ ما تيجي نتكلم بصراحة يا أستاذ مكرم. يعني دلوقتي واضح إن القصص برضو دي يعني أصل كان في حاجات في ماسبيرو وتفاجئنا بيها في أماكن تانية وكنوز يعني الإذاعة والتلفزيون واتباعت يعني ومش موجودة عندنا وتروح تتفرج عليها باشتراك في دول. يعني كلمني بصراحة أنت حاسس إنه لا في السنين اللي فاتت في حاجات كتيرة راحت. ندور دلوقتي على اللي موجود نحفظه. حاليا ندور على اللي موجود نحفظه. انا عندي وغيري عنده وغيره عنده وغيره عنده وغيره عنده يتجمع من ده ويتجمع من ده وتحفظ بس تديله ما يعادله. يعني ما تجيش انا الحته دي تساوي مليون وتقول لي 10 جنيه مثلا. ايوه المجموعه دي تساوي مليون تقول له 100000 100000 جنيه او 10000 جنيه او 5000 جنيه. ما هي معروفه للدنيا كلها. وبيتعرض عليك فيها معروفه للدنيا كلها. احنا اللي بيغطينا ايه؟ بيغطينا في المصاريف والحاجات دي منين؟ من الافيش الاجنبي. الافيش الاجنبي. يعني بريكفاست ات تافني ثمنه النهارده 8000 دولار النسخه الوان شيت صغيره. يعني بديك معنى من المعاني. فاللي بيغطينا الاجنبي الافيشات الاجنبي اللي جمعناها ما كانش حد يعرفها برضه. ما كانش حد يعرفها فهي دي اللي مغطيه المصاريف معانا. لكن المصري بقى شغلنا احنا موجود 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 موجود. ده ايه اللي عندنا؟ وداع غرام فاتن حمام عرض حمدي. ايه ده؟ هو الفيلم ده في افلام برضو احنا ما نعرفهاش قوي. رجل بلا قلب بتاع عندي رستم و يحيى شاهين. وفاء الابد مديحة يسري عماد حمدي. ده كانت مرسومه بالايد بقى وكده. الفلوس ده من اندر الافلام. انا لسه أندر كنت اقول لك ايه الفيلم انا ما سمعتش عنه. اندر افيش ده أندر أفيش عزيزة أمير ومحمود الفقار وإيه تحت إيه؟ محمد سلمان. اللي هو الصورة اللي وراها ده نادر فعلا. إنتاج نحاس فيلم. إنتاج نحاس فيلم. إيه تاني يا جماعة عايزين كمان. يعني في حاجات فعلا زي ما بقول لحضرتك أفلام يمكن مش موجودة. هو الأفيش ده مفيش منه تاني غير نسخة اللي كانت موجودة. وهو الفيلم أصلا ده أنا متهيألي مفيش حد شايفه. فيبقى في حاجات فعلا هو إيه ما تضيعش بقى. أنا ده أخدته مطبق ومشفتهوش. الراجل قال 5 جنيه اديته 5 جنيه. رحت فتحته لقيت الفلوس قلت الفلوس بعتها ربنا. سبحان الله. المسألة بتبقى صعبة إنك تدور وتشوف فين وليها ناسها يعني. اصل بتقولي ممكن تبقى عند بتاع الربابيكيا ممكن أيوة ناس ورثه بيبيعوا برامونت شركه برامونت انا خدتها بتاع الربابيكيا عربتين نقل كل الافيشات كل المجاميع بتاعت برامونت وكنت براهن برضو على بريكفاست اتفني في برامونت اشتريت دفعت 25000 جنيه للافيشات في الارض وجبت عربتين نقل وديته اسكندريه وانا براهن على فيلم واحد في البيعه دي كلها ان ده هيشد الافيش بتاع بريكفاست اتفني رحت تبني قال انا مش شريك ومراتي قالت انا مش معاك انت ما فيش بريكفاست احنا مش معاك ادينا في حاجه بره منك هم خرجوا انا لقيت 14 نسخه بريكفاست على التافه انا ما كنتش راهن على الوان شيت الوان شيت مش موجود الوان شيت اتوزع فكنت براهن على الثلاثه شيت والسته شيت ليلى بنت الريف توجو مزرع كسار قال الكسار انت بتحب شغلانتك او هي مش شغلانه بالنسبه هي لك جمال. هي حب هي جمال كنت يعني هرد شويه الحاجات اللي نزلتها لنجيب الريحاني نجيب الريحاني يعني القصه بتاعت نجيب الريحاني برضو قصه نجيب الريحاني مش سهله الحاجه راحت فين انا بنادي اهو قدام منهم الحاجه راحت فين حاجه نجيب الريحاني راحت فين مسرحيات نجيب الريحاني راحت فين مسرحياته فين نسخها فين؟ نسخها راحت فين؟ سؤال بيسأله نفسنا عندك حق
يعني النهارده طيب. قمه المسرح مش لاقي له النسخ بتاعته. طب في حاجات ينفع ننقذها؟ يعني في حاجات ممكن انها ترجع تتظبط تاني وتتذاع ونشوفها؟ فين؟ الاصل فين؟ الاصول راحت. الاصول راحت. هو طبعا نجيب الرحاله انه ما كانش ورث اخوه واخوه خلف ولد، والولد كانت اخر حاجه الفيلا بتاعت المعادي خدها بنك ناصر اللي ما كانش ليه ورثه. والباقي الحاجه اترمت عند واحد كان تحت المحطه بتاعت المعادي، ورحت انا شفت الشويه اللي موجودين ضرب سعر في السماء فوق ملوش اخوته. بقول لك يا استاذ مكرم احنا مهما نتكلم الموضوع يعني محتاج، انا عايزه كبير منك كبير كبير انا عايزه منك دلوقتي واحنا بنختم معاك حاجه انت غويها وحاببها وحابب انك انت يعني توثق وحاجاتنا ما تروحش في الهوا كده ولا تبقى بيع وشراء. يعني كلمه تقولها انه نعمل ايه علشان نحافظ على اللي باقي، وعلشان ما فيش حد يعني البلد لك ايه، لا يعني احنا بنبني للمستقبل لكن تاريخنا احنا بنعتز بيه لاجيالنا واولادنا اللي جايين كمان يشوفوا احنا كنا فين وهنبقى فين كمان. نعمل ايه او تقول ايه لمين؟ نعمل ايه ان الدوله انها تجمع الحاجات دي من عند الهواه. اللي عايز يبيع اهلا، مش عايز يبيع هو موجود عنده محفوظ عنده. ما فيش هاوي هيبيعه لحد تاني. هو موجود، هو الورثته، هو الورثته يعني. كل ما تصدقيش ان هاوي هيتنازل عن الحاجه اللي في ايده. مفهوم. هيتنازل عن الحاجه اللي في ايده بس يعني. الا لو مصلحه بلده. مصلحه بلده ان هنوثق الكلام ده مش هيتباع. يوثق وهو موجود عنده. يعني تاخدي نسخه منه وحطيها عندك. وسيب برضه حطه موجوده عنده. عايز يبيع لك اهلا. مش عايز يبيع نسخه منه زي ما احنا عاملين. احنا كله عاملين له ايه، نسخه رقميه. كل اللي عندنا راح اتحرق شرق غرب موجوده نسخه رقميه منه. ربنا يديك الصحة طول العمر وتفضل كده انت والأسرة كلها غويين ومحافظين على حاجاتنا وعلى تاريخنا ويبقى فيه جهد وتنسيق منظم في القصة دي، انه كل الهواة وكل اللي عندهم أرشيف وعندهم حاجات توثق، محطات وشخصيات وتراثنا وتاريخنا، يفضل الكلام ده ما يضيعش. كفاية اللي ضاع، لأن فعلا الموضوع ده لما بتفتحه بقى فيه هموم كتيرة قوي، حديث ذو شجون زي ما بيتقال. فنحافظ على اللي باقي لينا ولبلدنا ولولادنا. اشكرك شكرا جزيلا. أيوة شكرا يا استاذ مكرم، شرفتنا ودايما بنسعد بيك. شكرا لحضرتك. شكرا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبكره ان شاء الله يوم جديد في الحياه. اليوم نشوفكم على كل خير باذن الله تعالى.